بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة النحل. يقول الله تعالى: بسم الله، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تدل هذه الآية على أن الإنسان إذا عاش على عمل مات عليه، وإذا مات على عمل حشر يوم القيامة عليه، يحشر المرء على ما مات عليه ويموت المرء على ما عاش عليه. فالذي يعيش على الذكر يموت وهو يذكر الله، ويخرج من القبر وهو يذكر الله، والذي عاش على الأذان يموت على الأذان ويبعث يوم القيامة وهو يؤذن، وإذا مات وهو محرم يخرج من قبره يوم القيامة وهو محرم يلبي. فالحال الذي تعيش عليه تموت عليه، والحال الذي تموت عليه تحشر يوم القيامة وتبعث عليه. فإذا المؤمن من الدنيا يؤمن مستقبله في الدار الآخرة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا، بما كنتم تعملون في الدنيا بعث عليه يوم القيامة ويدخل الجنة بسببه وبعمله. فإنسان عاش على الإيمان وإنسان يعيش على الكفر، إنسان يعيش على التقوى وإنسان يعيش على النفاق. كل إنسان ما عاش عليه في الحياة يموت عليه عند الموت. فهنيئا لأهل الذكر ولأهل التقوى. عاش على الذكر يموت وهو يذكر الله، ويبعث يوم القيامة من القبر وهو يذكر الله سبحانه وتعالى. وهذه من عناية الله عز وجل بهذه الأمة المحمدية. فالله عز وجل يبين لنا حالة المؤمن عند الموت، فقال: الذين تتوفاهم الملائكة، المؤمنون الذين عاشوا على الإيمان، كانت التقوى غذاؤهم، وكان القرآن هو حياتهم ونفسهم، وكانت الإيمان كان هو نورهم في الحياة. هذا هؤلاء إذا وصلوا إلى الموت تتوفاهم الملائكة وهم على حال الطيبين، طيبين الرائحة، طيبين العمل الصالح، طيبين الإقبال على الله، طيبين الإخلاص في أعمالهم الذي كانوا يعملونها. هنا الآية القرآنية أثبتت الوفاة للملائكة، تتوفاهم الملائكة. وفي آية أسند الله الوفاة لملك الموت، فقال تعالى: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. في آية الله قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فإذا الله يتوفى الأنفس، وملك الموت يتوفاها، والملائكة تتوفاها. كيف نجمع هذه الثلاث؟ ورد في الحديث أن من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، بعد ما يصلي الفرض بدأ قرأ آية الكرسي،
إن الذي يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة يتولى قبض روحه الله بيده جل وعلا، يتولى قبض روحه الله بيده. فهنا الآيات الثلاث نستطيع أن نجمعها، الله عز وجل يأمر، ثم تأتي الملائكة فتعالج الروح حتى إذا وصلت إلى الحلقوم أتى ملك الموت فتناولها. فإذا الثلاثة ثبتوا بالوفاة، الله يتوفى الأنفس حين يأمر الله جل وعلا بوفاة الإنسان، فتأتي الملائكة وهم أتباع سيد ملك الموت يأتون يعالجون الروح في الجسد حتى إذا وصلت إلى الحنجرة أتى ملك الموت فتناول الروح. فجل جلال الله، إذن فإسناد التوفي لله عز وجل يعني بمشيئة الله وإذن الله، إذا لا يقبض ملك الموت نفسا إلا بإذن الله. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله لا أستطيع موت ذبابة إلا بإذن الله. إذا ما أذن ما بتموت الدبابة، حتى الذبابة لا يملك ملك الموت. ملك الموت ناس شو مسمينه؟ ناس بيسموه عزرائيل، هذا ما ورد الاسم، لا ورد في حديث ولا ورد في آية قرآنية، إنما العوام سموها الاسم. أما النبي سماه ملك الموت، والله عز وجل في القرآن سماه ملك الموت: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن كلمة عزرائيل ما موجودة، هذه الكلمة ما موجودة، فلا يصح أن ننسبها لمخالفة الشريعة ومخالفة الحديث. نكون خالفنا القرآن وخالفنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نسميه ملك الموت: يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ورد في الحديث أن ملك الموت له أتباع جنود حوله، فإذا قضى الله عمر إنسان أو أجل إنسان أرسل ملك الموت، الملائكة يعالجون الروح، الروح بدها تطلع من تحت الأظافير ومن الأعصاب ومن الشعر، كل خلية من خلاياك فيها روح، فبدهم يسحبوا الروح من كل خلايا الجسد، من العروق ومن الشرايين ومن الخلايا ومن الشعر ومن العظم بيسحبوها. أما المؤمن فقد ورد في الحديث أن الملائكة تجذب الروح جذبة فيقول لهم: أمهلوه ريحوا شوي، ثم يجذبوا الروح فيقول لهم: أمهلوه، فيجذبون الروح بيروحوه بيسحبوها بروح حتى إذا وصلت إلى نهاية الحياة أتى ملك الموت فجذبها كما تخرج الشعرة من العجين. هذا حالة المؤمن الطاهر النقي. أما إذا كان مؤمن مذنب خطاء بيتشدد عليه عند خروج الروح، بيمرض بيتشدد عليه بصير نزام بشد شدة بشد، كل ذلك ليتطهر من الخطايا فيخرج من الدنيا ولا خطيئة عليه، هذا حالة المؤمن. أما حالة المنافق غيره أو الكافر، إن كان قد عمل الصالحات، عمل أعمال صالحة، عمل أعمال مؤمن على غير إيمان، لكن ساعد الأيتام ساعد الفقراء فعل الخير، كذلك تخرج روحه من جسده كما تخرج الشعر من العجين. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: لما يا رسول الله وهذا كافر؟ قال: فالله يوفيه كل أجره عند الموت، يأخذ تطلع روحه خفيفة لطيفة وليس له في الآخرة من نصيب، ما له بالآخرة ولا حسن.
وأما إذا كان منافق ما في له الأعمال الصالحة تخرج روحه من جسده كما يخرج الحرير المبتل إذا وقع على الشوك. هذا ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، حرير قديش يكون ناعم ومبلول وواقع على الشوك، شلون بدك تطالعه؟ بده يتنتف تنتيف. هيك روح المنافق الذي لم يعمل الأعمال الصالحة تخرج من الجسد. فلذلك الله عز وجل يتوفى الأنفس، قال الله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتاب له أجل، ومتى ما حصل الأجل لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. بده يتوفى بوقته، لا دقيقة بتأخر ولا دقيقة بتقدم. يا ريت أخذ دواء ما كان مات، يا ريت أخذ كذا، يا ريت الشيء دكتور عمل كذا، صار الأجل. هلا الدكاترة بيعرفوا شغلة الضغط، ضغط بنحط، متى ما نزل الضغط وصل للثمانية قول صار بالمراحل الأخيرة، يعني استعدوا للموت، بده يموت. يعني متى ما نزل 6 5 4 3 2 1 انقطع النفس، انتهى. فالطبيب بيحكم بالوفاة. أما حط إذنك عند إذنه على قلبه إنه خلاص، ما دام النبض وقف معناته ما بقى في روح، انتهت. لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. هذا الإيمان بالقضاء والقدر بوقته. أما الواحد من شدة الحب بيظن أنه حبيبه ما بيموت، الحبيب ما بيموت، لساته طيب، لساته. يذكر أن بعض العلماء دخل على ميت بدون عم يغسلوا، لما دخل نظر إلى الميت عم يغسلوا، قال لهم: يا جماعة هذا مو ميت، مو ميت، هذا شلون عم تغسلون؟ ما قال مو ميت، شو كان آكل؟ قال ما يموت شو؟ قال والله كنا احنا مساويين كبة مشوية، وأكل 3/4 راس الكبة المشوية، بعد ما أكل تعال جعلك ما عطل نفسه. قال لهم: حموا لي حمام. يا شيخنا ميت. قال لهم: حموا الحمام. حموا الحمام، دخلوا على الحمام وصب عليه المي السخنة، مي سخنة، مي سخنة على قلبه، ما شافوا إلا فتح ورجعت له الحياة. وكتب مؤكل الدهن على الدهن بيظهر على القلب، فلما ساخ الدهن وراه فقالوا له: يا شيخنا شو عرفك أنه مو ميت؟ مقطوع نفسه. قال لهم: الميت الرجل تبعه بتقوي صيت، هذا اجرين مشدوده، ما دام اجره مشدوده لسه ما مات، مات ما قوت صيت الرجل معناتها الروح طلعت. قال له: انا لما شفته شفته اجري منتصبه، عرفت انه مو ميت. هذا العلم، بين علم وغير علم، كان الرجل كان دفنوه وهو طيب. فلذلك لم ما مسموح انه يدفن ميت الا اللي يجيب ورقه الطبيب بانه انتهى. فالمراد الله عز وجل يأذن بموت هذا الانسان، فيموت الانسان باجله ووقته. ذكرنا شيخنا عن قصه اخ من الاخوان قاعد بين أهله، ما شاف إلا اثنين جايين، شافهم ملائكة الموت، قالوا له: أنت مدعو تفضل. أخذوا أهله بكيوا كذا، خلص مات، غاب ساعة ساعة ونص، ما شافوا إلا فتح عيونه
لا إله إلا الله، انقلبت الأتراح كلها إلى فرح. شو في خير إن شاء الله؟ شو عم تعملوا؟ شو صاير الكل؟ لك قالوا له أنت ما متقلن لك، طلعت روحي إلى السماء، طلعوا بالليش قالوا لك مو هاد جاره، مو هو مخبطين بينه وبين جاره، رجعوه. لما فتح عيونه وقت بيت جيرانه عم يولولوه، توفى جاره. طلعت لكن شو شفت؟ شوفي يا ريتني ما رجعت، يا ريت ما رجعوني. شاف الملائكة والحفلات عم يحتفلوا فيه. هذا واحد من اخواننا يعني حكاها للشيخ، قال له والله يا سيدي والله رجعوني من السماء الرابعة، شافوا اللي سألوا لهم غير مخربطين، جايبين جاره، هذا الجار المطلوب مو هو. حتى الله يورجيه. شوفي المؤمن شو له المؤمن، قال له شو اجتمعت الملائكة حولي، قال له كلهم طالعوني بهالأهازيج أفراح، أي السماء الأولى السماء الثانية السماء الرابعة، دققوا لك مو هذا، مو هذا اللي جايبينه. لا إله إلا الله. حتى يعرف المؤمن بعد الموت أحلى من قبل الموت. إذا عرف المؤمن أنه بعمله الصالح يلقى عند الله الكرامة، فبتمنى الإنسان الموت. فهي أول وحدة، فالله عز وجل يأذن بالوفاة، فتأتي الملائكة بتحضره، تجذب الروح من أصابع رجليه، من أظافيره، من شعره، من رجليه، من سف رجليه، من كعبه، تسحب الروح حتى توصل إلى السرة، من السرة إلى حنجرة، بيقولوا حشرجة الروح يعني احتضر. لما بتصل للحنجرة احتضر، صار في الاحتضار، في الاحتضار ما حد يسمع، في الاحتضار تجمد بصره ما حد يسمع، صار في عالم ثاني. فيأتي ملك الموت، لسه في الراس، الروح ما بتطلع من الحنجرة، الروح بتطلع من الجبين، من الجبهة بتطلع الروح. فملك الموت بيسحبها إلى من الجبهة فيأخذها، وبتخرج الروح ومعها كل الإضبارات اللي عاملها في الحياة، 14 مليار خلية، هدول الكتب المكتوبة فيها أعمالك، 14 مليار كتاب بيحملهم وبيطلع فيهم إلى الله. هذا المؤمن. فإذا الآيات 3 مرات ما فيها اختلاف، آية يتوفاكم ملك الموت، آية تتوفاهم الملائكة، آية الله يتوفى الأنفس حين موتها. من أخي شو هي ولا هي ولا هي، كله بترتيب واحد. الله يأذن، الملائكة تحضر، ملك الموت يجذب الروح بأمر الله سبحانه وتعالى. فهنا إذا اجتمعت الآيات 3 مع بعضهم بعض، ليس في كتاب الله اختلاف، وليس في كتاب الله اضطراب، إنما الآيات كلها متتابعة. قال تتوفاهم الملائكة، شو الحالة اللي بموتوا عليها؟ طيبين، طيبين. الأعمال الصالحة أحبابي، كل عمل صالح له رائحة طيبة، لكل عمل صالح رائحة طيبة. في أعمال رائحتها أطيب من المسك، في أعمال رائحتها مثل الورد، في أعمال رائحتها مثل قشر البردقان، يعني هي ريحة وهي ريحة وهي ريحة. لكن حسب العمل، كلما كان العمل مخلص أكثر كانت الرائحة أزكى وأطيب. كل عمل وجد فيه الإخلاص وجد فيه الرائحة المنعشة الطيبة. فطيبين بأي طيب؟ طيبين بأعمالهم التي عملوها. هذا ما طيب الكلونيا، ولا طيب
الورد ولا طيب، هذا الطيب غير ما يتفكر به الإنسان. يلي ما شم الريحة ما شم. كنت في زيارتي للنبي عليه الصلاة والسلام، كنت كل سنة أطلع، كان محلي أقعد قدام الشباك. نيك الشرطة عرفوني، أول ما يشوفوني بعدولي أقعد قدام الشباك متوجه على القبلة، القبر المشرف يعني على اليسار. كانت تخرج والله روائح من القبر، والله يتشقق الصدر من لذتها صلى الله عليه وسلم. ما في عطر بس رائحة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يلي ما شم روائح الروح ما بيعرف رائحة في الحياة. لذلك ما في ريحة الآن تعادل رائحة العمل الصالح أو رائحة الروح. لما عم يموت الإنسان عم تطلع روحه، عم يطلع فيه مسك، ريحة مسك. منين هالريحة هاي؟ لا تعطر ولا حمل مسك ولا كتينا مسك. منين اجى المسك؟ حكيت لكم قصة الله يتغمده برحمته يوسف الدرة. هذا شاب من أحبابنا كان بيبسو ساروجا مريض، صار يوم الخميس بده يطلع على الدرس، الدكاترة مأنزرينه ما يتحرك، بده يطلع على الدرس، يصير درس الشيخ وهو هو لو مريض. ما لي أدران، قال له والله ما لي مطالعك إلا مشي. نفسه ما بده يطلع، بده يطالعها مشي. من سوق ساروجا لجامع أبو النور مشي، يمشي خطوتين ويقلب على الأرض يرد يفز، يمشي خطوتين ويرد يقلب. وطلع مشي من حارة الشالي من سوق ساروجا إلى جامع أبو النور يوم الخميس. وصل لجامع أبو النور كان المغرب عم يأذن، فات على الجامع. يلي بيعرف الجامع كان بالصدر في غرفتين، وقف بها الفراغ حضر الدرس. كان تفسير الدرس، لهلا أنا بشهده، كان تفسير الدرس الله نور السماوات والأرض، مثل نور الله في قلب المؤمن. فسر الشيخ الدرس، انتهينا بعد العشاء بنص ساعة أو ثلاثة أرباع الساعة. انهى الدرس، أقاموا الصلاة، كبر الإمام، بس من دجة ورانا. كان الدكتور عارف الترغجي رحمة الله عليه، ركض فحصه ما في روح، خلص وقف الصلاة بعد ما كبر، سقط على الأرض ما في روح. فرجع عن شيخنا قال له يوسف توفى، كملنا الصلاة. بعد ما خلصنا الصلاة اجى شيخنا زاره، رحمة الله عليك يا يوسف، رحمة الله عليك. قال ابني نزلوا على بيته، نزلوا أخي الشيخ رمضان، نزلوا بعض الأخوان، نزلوا على البيت، حطوه بطابق الأرضي. أخي الشيخ رمضان قعد قدامه صار يقرأ القرآن طول الليل، قبل الصبح نام، طول الليل قاعد سهي قبل الصبح. بيجي لعنده يوسف الدرة متوفي، قال الشيخ رمضان قوم لحق الصلاة لحتطلع الشمس، قوم لحق الصلاة. شيخ رمضان نايم، فيقوا فز باقي للشمس ربع ساعة، توضى لحق صلاة الفجر. مين اللي فيقوا؟ الميت في نظرنا، ما هو حي. فالمراد بدأوا بمعاملة، أجوا بدهم يغسلوا، واز البيت كله ريحة مسك من تحت للطابق الفوقاني مسك. شو هالروايح هي؟ معطرين ما معطرين، ريحة مسك. غسلوا مسك، كفنوه روايح. لما انحمل على الكتاف
يلي ماشي بالطريق يشم الريحة، الطريق كله صار ريحة مسك. شو الروائح هي؟ عم ينازع طلع مشي على الدرس، الله ما ضيع له اياها. حاصل بعد الدفن انا كنت عم بشتغل كوه، عم بشتغل عند اخ عم ساعده، غسلت له اواعي والله بعد جمعه يا اخواني، بعد جمعه والله المي لما حطيت اواعي بالمي الزفر طلع على وش المي عم يلمع كله، صارت المحل وبرات المحل كل الروائح مسك طلعت، صار يمر لك شو الريحة هاي، شو مكبوب عندكم برميل، ما في من غسل الأواعي وانتشرت الأواعي، وبعد ما نشفت الأواعي ريحتها لساتها مسك. يا أخوان منين هاي الريحة اجيت؟ هاي ريحة العمل، هاي ريحة الإخلاص. طلع على الدرس وهو عم ينازع، بتموتي بالطريق بتموتي وانتي في طريق العلم، في طريق رايحة إلى مجلس العلم، وقع بالأرض 20-30 مرة وصل لجامع أبو النور عشان يحضر الدرس. هيك كنا نعرف نحن ملازمة الدرس، هيك كنا نعرف ملازمة المجالسة للشيخ شلون لازم تكون. فالله يضعنا في بعض، مرة بيجي مرة ما بيجي، مرة تعبان مرة موجوع مرة ما، وقت الدرس لو بيكون عم النازع نجي عن الدرس ما منترك المجلس، الله يتمم فضله علينا. طيبين، فإذا كان طيبين طيب العمل الصالح، طيب الإخلاص، طيب الحب، في ريحة الحب يا ابني، الحب له طيب، طيب لكن غير الطيب اللي انت بتعرفه، طيب الصدق له طيب، طيب الإخلاص له طيب، هذا كل واحد له طيب ناع على حسبه. لا يعرف هذا الطيب إلا صاحب الروح اللطيفة، بينتعش بهالروح هاي، بينتعش ما بيجي لباله أنه يترك ويفز. لو يقعد قدام ميت بتخليه سنة بتم قاعد، ما بده أكل ولا بده شرب، بس بده يشم هالرائحة هاي. طيبين، فإذا كان رب العزة الخالق العظيم عم يقول لك طيبين، قد ايش بده يكون هالطيب هذا؟ هذا الطيب قد ايش يا ترى؟ مسك ولا عنبر ولا غالية ولا شو هالريحة الطيب هذا؟ هذا الطيب عطاء إلهي جل جلال الله. إذا كان النهر طينه المسك، وإذا كان البناء لبنى من ذهب لبنى من فضة ولبنى من ألماس ولبنى من ياقوت والطين بيناتهم المسك، هذا كله حياة بكرة في الآخرة، منعش الحياة كلياتها. فطيبين، طيبين لو كانوا طاهرين الأرواح، روحهم كانت طاهرة، قلوبهم كانت نورانية بذكر الله، فبيأخذوها عند الوفاة، عند الوفاة بتطلع هالثمرة هاي، تأخذها عند الوفاة. طيبين بما نالوا من ذكر الله وتلاوة القرآن وحلاوة المنطق. ورد أن بعض المؤمنين ممن كان يقرأ القرآن، قل لما توفي وجدوا رائحة غريبة في البيت، قال فلما كفنوه وأخذوه عن المقبرة، قال لما فتحوا القبر وجدوا من القبر تخرج روائح وكأنها روائح مسك القديم. شو هالروائح هي؟ ونزلوه على قبر تراب ومسك. مين طيب للقبر؟ عمله، تلاوته للقرآن. لذلك تالي القرآن، ذاكر الله، نقول يا ربي واجعل مثل ثواب ذلك سابقة إلى قبورنا، تسبق الأعمال الصالحة إلى القبر. كل واحد كل يوم ممكن يقرأ له ولو 10 مرات قل هو الله أحد،
ويوهب ثواب لنفسه سابقة إلى القبر. تنزل للقبر شوف رائحة لا إله إلا الله، رائحة قل هو الله واحد في القبر، فتعيش باستنشاق رائحة القرآن. هذا الطيب وهذا الطيب يلي يراه المؤمن، بينما العاصي والمذنب يرى انتان ذنوبه، انتان خطاياه ومعاصيه تظهر عند الموت إذا لم يكن تائبا. إذا كان تائب الله بيمحي له إياها، أما إذا ما كان تائب بيظهر انتان عند الموت. أما حالة المؤمن عند الموت، عند المؤمن تخرج روحه كما تخرج الشعرة من العجل، ما بيشعر بخروج الروح، بيخرج وهو مبتسم. وعلامة موت المؤمن ثلاث صفات، واحدة من ثلاثة علامة موت المؤمن، واحدة من ثلاثة: إما أن يعرق الجبين، هي علامة موت المؤمن، عرق الجبين أو البسمة يبتسم، أو يعرق الجبين أو يصفر الوجه، اصفرار الوجه. اصفرار الوجه دليل الإيمان. وسئل بعض العارفين بالله عن سبب ذلك فقال: انعكاس الروح على الوجه، فانعكست بهذا النور على الوجه. ثلاث صفات للمؤمن عند الموت. وأما المنافق عند الموت قال: فيخور كما يخور الثور. الثور لما بينذبح شلون بتطلع صوته؟ كان هيك بيصير عند الموت. هذا دليل أنه من أهل النفاق وليس من أهل الإيمان. المؤمن يموت وهو يبتسم أو بيعرق جبينه. ليش عرق الجبين؟ قال: لأن الله عز وجل أكرم النبي عليه الصلاة والسلام في أمته أن لا يموت المؤمن حتى يرى مقعده في الجنة. لذلك سئل النبي: يا رسول الله ما سر شخوص البصر؟ البصر لما عم يشخص شو سر شخوص البصر؟ فقال: إنه يتبع الروح، ولا يموت المؤمن حتى يرى مقعده من الجنة. فلما بيشوف النعيم والجنان وما له عامل الأعمال فخجل من الله بيعرق جبينه. وأما بعض المؤمنين فلما يراه النعيم والكرم فيبتسم بهالفضل الإلهي. بعض الصالحين عندما حضرت الوفاة ورأى في الجنة ونعيمها فبكى وقال: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. إن كان منزلتي في الحب ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. شو بدك؟ هي جنة ونعيم. قال رضي الله عنه وأرضاه: لبيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، لبيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج. كل واحد جايب حجة عمل صالح، نحن وجهك الكريم هو حجتنا، ما بده النظر إلى وجه الله. هذا الغاية للمؤمن. اللهم تقبل صلاتنا وثبت إيماننا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. لا إله إلا الله، ما أحلى الدعاء. هذا الدعاء ما من عندي، هذا الدعاء قبل الفجر بساعة رأيت في المنام بعض رجال لابسين كله بياض. قول: اللهم تقبل صيامي بها رمضان، اللهم تقبل صيامي وثبت إيماني وارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم. قول، كررتها
وأنا في النوم فديت على بكرة عم كررها دغري، كتبت حتى ما أنساها: اللهم تقبل صيامي وثبت إيماني وارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم. الأخوات تعلموا الدعاء، حفظتوا ما هي؟ هلا: اللهم تقبل صلاتي وثبت إيماني وارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم. فإذا غاية المؤمن النظر إلى وجه الله تعالى. فالذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أحوالهم طيبة، نفس طيبة، قلوب طيبة، فيموتون وهم طيبين. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة، يلي بحب يكتب بقرأ على مهلي. إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة فيها مسك، أتته الملائكة بحريرة فيها مسك، ومن ضبائر الريحان، ضبائر حزم الريحان، وتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين صلى الله عليه وسلم، ويقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية مرضيا عنك. فطويت عليه الحريرة بلفوا فيها، ثم يبعث بها إلى أعلى عليين، بيرفعوا إلى أعلى عليين هو لابس الحرير. الله، لا إله إلا الله، مستر بالحرير إلى أعلى عليين. هذا حديث رواه أبو نعيم في الحلية. عد الكنيا يلي ما لحقوا: إن المؤمن إذا احتضر أتته الملائكة بحريرة مسك، بحريرة فيها مسك، ومن ضبائر الريحان، حزم الريحان، وتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، تعمل وراها وادي إذا سحبوها، كما تسل الشعرة من العجين، ويقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية مرضيا عنك. فطويت عليها الحريرة، فطويت عليه الحريرة، ثم يبعث بها إلى أعلى عليين. الله أكبر. هذا المؤمن، الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم طيبين، طيبين النفوس بالرجوع إلى الله. لما قالوا له: رجعتك إلى الله، يقول الله في الحديث القدسي: ما أحلى الإيمان يا أبي. يقول الله تعالى: طال شوق الأبرار إلي، طال شوق الأبرار إلي، وأنا إليهم أشد شوقا. جل جلال الله، فضلي الله مشتالك، فضل إلى الله، الله مشتالك. طال شوق الأبرار إلي، وأنا إليهم أشد شوقا.
وتأتي الملائكة تقول له: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا، لا من عذاب القبر ولا من سؤال القبر، ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن مين؟ نحن ملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا كنا نتولى شؤونكم. وين نتولى شؤونكم؟ في حديث ثاني نتولى شؤونكم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا. الأوتاد اللي بيثبتوا الخيمة، في شباب بتثبت الإيمان في الجامع بلازمه دائما، ما بيفارقوا مجالس العلم. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدوهم. وين غاب؟ وين ما أجا دقوا له تليفون؟ ما ملائكة. إن غابوا يفتقدوهم وإن مرضوا عادوهم، وإن مرضوا عادوهم اللي عم يزوروا الملائكة، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أي حاجة من الحاجات ملائكة عم تساعدك فيها. أخي والله مالي عرفان شلو عم تمشي، عم تمشي مثل هم، عم تركب من هون لهون، ملائكة عم تساعدك فيها. لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها بالجنة ما تشتهي أنفسكم. شو بدك بتلاقي؟ ولكم فيها ما تدعون. شو بتطلب تلاقي موجود؟ هذا كله ضيافة من الله، نزولا يعني ضيافة من غفور رحيم. الله غفر لكم ورحمكم وفتح لكم أبواب الجنة عن مصراعين. خذ أدمر بدك، شو بدك تأخذ؟ هذا الإيمان يا ابني. فيا ترى المؤمن إذا واظب على مجالس العلم، واظب على ذكر الله، خسران في الحياة ولا ربحان؟ لا إله إلا الله. فتتوفاهم الملائكة طيبين. أطيب الطيب عندما يأتيك ملك الموت. ناس بيخافوا من ملك الموت. ملك الموت يأتيك على أحب رجل أحببته، أحب إنسان حبيته في حياتك بيجي ملك الموت على صورته. مين أحب إنسان؟ والله منحب سيدنا رسول الله. تحب النبي ولا لا؟ والله بحب النبي، بحب أبو بكر، بحب عمر، بحب عثمان، بحب سيدنا علي، ومنحب شيخنا. فإذا أتاك الموت، ملك الموت بصورة أبو بكر أو بصورة شيخك، تنزعج ولا بتفرح؟ هذا الحب لك يا ابني، الحب لها ساعة. لذلك اللي ما بيحب منه فهمان حياته. حب لها الساعة. يأتيك ملك الموت في صورة من تحب، ملائكة القبر مزربات بإيدها، والنبي وصفها قال: بيد كل واحد منهما مزربة لو وضعت على جبال الدنيا لدكدكتها. مزربة. من ربك وما دينك؟ جايك بصورة شيخك. أهلا وسهلا زياد، أهلا وسهلا. مين ربك؟ إذا الشيخ بده يسألك بكل بسمة الله، الله ربي. أنا كنت أذكر الله، أنا كنت ماشي مع الشيخ كنت عم بذكر الله. نام نام نومة العروس، هنيئا لك يا سبحان الله. يأتيك بصورة من تحب
والله لو ما كان يا أحبابي من مجالسة أهل الله إلا هي لكفى بها كرامة، كفى بها شرفا أن يأتيك ملك الموت وملائكة القبر على صورة من تحب. لما النبي وصف لسيدنا عمر ملائكة القبر، كيف بك يا عمر إزاء الحتة في قبرك، فنزل عليك ملكان أسودان أزرقان، وش أسود عيون زرق، أصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما كالصياصي، مثل عيون البار أسنانهم أنيابهم كالصياصي، وشعورهما يجرانه على الأرض شعر من مزربات، كيف بك إذا أجوك؟ سيدنا عمر قال له يا رسول الله ويكون عقلي معي كما أنا عليه الآن؟ قال له نعم يكون عقلك كما أنت عليه. قال له إذن أكفيهما أنا بطلع من خرجهم ملائكة، بطلع من خرجهم معبي صندوق، اللي معبي صندوقه ذهب ما بيخاف إذا قالوا له بقى المزاد عليك، ما بيخاف معبي صندوقه. فلما نزل إلى القبر ونزلت الملائكة مسكهن، بعض الصحابة من رأى ذلك قال والله أمسكهما من صدرهما وقال أقسم عليكم بالله أن لا تأتوا مؤمن إلا في أحسن صورة، أقسم عليهم بالله، قالوا لك علينا ذلك أن لا نأتي مؤمن إلا بأحسن صورة، رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عنا خيرا. هذا الإيمان يا إخوان في القبر، نعم تتوفاهم الملائكة طيبين. في واحد طاب وقته بذكر الله، في واحد طاب وقته بتلاوة القرآن، في واحد طاب قلبه وطاب وقته بمراقبة الله، في واحد خبث وقته بالشهوات والمعاصي، واحد خبث وقته بأكل الحرام. هذا مثل هذا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل تستوي الظلمات والنور أم هل يستوي الظل والحرور؟ الله لا إله إلا الله. فمن طاب قلبه طابت روحه، وإذا طابت الروح فالملائكة تأتي إليه فتقول سلام عليكم، سلام عليكم طيب، فالملائكة عم تسلم عليه طيب. تأتي الملائكة تدخل عليه وهي تسلم، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، طبتم من الذنوب، طبتم من السيئات، طبتم من الخطايا، طيب كلك طيب، ما عملت ارتكاب، ما ارتكبت معاصي، ما ارتكبت ذنوب، تفضل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، دخلوا الجنة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ملائكة التكريم وملائكة الطعام وملائكة كشف الغطاء، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، سلام عليكم طبتم، سلام عليكم، الله أكبر، يقولون سلام عليكم. بأي وقت السلام؟ بيسلموا عليك لما بتكون في الاحتضار محتضر وروح عم تتدفق وعيونه الملكة عم تقول له السلام عليكم فيبتسم. بعض المؤمنين بيرد السلام وعليكم السلام وعليكم السلام، على مين عم يرد السلام؟ ما لنا شايفين حدا، عم يسلموا عن الملائكة عليه وعم يرد السلام، سلام عليكم عند الموت في القبر، سلام عليكم إن نحن أن لا تخافوا ولا تحزنوا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فتسليم الملائكة بشارة من الله عز وجل أنهم من أهل
السلام، متى ما كان من أهل السلام يكون من أهل الأنس، يستأنس بالله، يستأنس بعطاء الله، يستأنس. المؤمن أول ما بتخرج روحه تطلع المؤمن كما ورد في الحديث، بروي لكم الحديث، تحضر الملائكة فإذا جذب ملك الموت الروح تناولتها الملائكة، حفت فيها، لفتها بحرير الجنة، وصعدوا بها إلى السماء الأولى. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: فيطرقون الباب، باب السماء، فتقول الملائكة: من؟ الملائكة: فلان. مين معكم؟ روح فلان. فتقول الملائكة: مرحبا بالروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، تعمل الطيب من الأعمال، مرحبا بها. قال: فيتلقاها أهل السماء الأولى بالأهازيج والأفراح، يعني عاملين لها عراضة، ويصعد بها أهل السماء الأولى إلى السماء الثانية، كلها أهازيج، أهلا وسهلا جيتونا، أهلا وسهلا ومرحبتين، الملائكة عم تأهل فيه حتى يصلوا للسماء الثانية. فيستقبلهم أهل السماء الثانية إلى السماء الثالثة. قال: وكل سماء يشيعوه أهلها، أهل السماء عم يشيعوه، يعني عاملين له عراضة، وعم يطالعون للسماء الثانية الثالثة الرابعة حتى يصل إلى رب العزة. فيوقفه الله بين يديه فيقول الله تعالى: مرحبا بك يا عبدي، كنت خير عبد من عبادي، أديت فرائضي وأقمت أوامري واجتنبت محاربي، فليس لك عندي إلا المغفرة، غفرت لك، غفرت لك، ارجع إلى جسدك حتى يحضر تغسيل الكفن، يوقف بين إيدين الله، الله بيسأله، فإذا كان خلص أخذ بكرامة بينزل بيحضر تغسيل الجسد، لما مغسل الجسد الروح واقفه فوق الجسد تسمع مدح المادحين وذم الذامين. مين عم يمدح؟ هلا لما بنغسل ميت الناس وين بيوقفوا كلهم؟ حواليه، مع انه هذا لا يجوز. عند تغسيل الميت ما بيحضر غير المغسل والمساعد له، ما بيصير يحضر الناس، بيقعدوا بالغرفه الثانيه. اما نوقف قدام المغسل، لبنان كشف عينه تعوته شافوه، هذا حرام ولا يجوز. عم يقولوا انه والله كان مؤمنا، عم يسمع حجر اسود وراح مطلي الاسلام، عم يسمع حتى نكفنه. لما منكفنه النبي عليه الصلاه والسلام قال: تدخل الروح بين الجسد وبين الكفن، روح المؤمن هذا. فاذا وضع في النعش وحمله الناس على اكتافهم قال: خرجت الروح فكانت فوق النعش، وجهها إلى الناس وظهر إلى الأمام، الناس كلهم وراها، وتنادي. هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، تنادي الروح: يا أهلاه، يا ولداه، يا جيرانه، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، انتبهوا، جمعت المال من حله ومن غير حله، فالهناء لكم والحساب علي. النبي قال: والذي نفسي بيده لو يسمعون كلامه أو يرون مكانه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. هذا إذا كان الإنسان عادي، أما المؤمن لما يحمل على الكتفين ويخرجون به يسأل الله، يقول: اللهم شفعني بهؤلاء، اللهم شفعني بهؤلاء، فلا يصل إلى القبر حتى يشفعه الله في من شيعه. كل اللي طلعوا رم منهم الله شفعوا فيهم،
لذلك الفقهاء قالوا إذا كان الميت رجل صالح لا يمشي أحد أمامه، دم الجنازة ما حدا بيمشي، كلنا بنمشي وراه، لأنه هو رئيس الوفد مقبل على الله ليشفع لنا. أما إذا كان إنسان مذنب بنخلي العلماء يمشوا قدام ونحن بنمشي وراه. العلماء ليش مشيناهم قدام؟ حتى يكونوا هنن الوفد إلى الله، أنه يا رب يا كرمالنا تشفع له، كرمالنا تغفر له. فمشي العلماء أمام، هذا شفاعة للميت. أما إذا كان الميت صالح كلنا بنمشي وراه ما بنمشي قدامه. فهذا الملائكة إذن سلام عليكم، سلام عليكم، هذا عند الموت سلام عليكم، عند لقاء الله سلام عليكم، عند لقاء الله سلام، ملائكة عم تسلم عليه سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثاني سلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فإذا دخلوا الجنة سمعوا من الجنة سلام قولا من رب رحيم، بينما أهل الجنة في نعيمهم ولذتهم وطربهم إذ سطع نورا من فوق رؤوسهم وسمعوا السلام عليكم يا أهل الجنة. النبي قال اقرأوا إن شئتم سلام قولا من رب رحيم. ثم يقول الله تعالى يا أهل الجنة إني عليكم راض فهل أنتم راضون عني. اللهم أسمعنا هذا الصوت يا رب. فيقولون ربنا وما لنا لا نرضى وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأبعدتنا عن النار وأدخلتنا الجنة، شلون ما بدنا نرضى. فيقول الله تعالى يا أهل الجنة سلوني، فوالله لا، فوالذي سلوني فوعزتي وجلالي لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه. فيقوم أهل الجنة، هذا ما ورد في الحديث، فيقول ماذا نسأل؟ الله غفر دخلنا الجنة وأنعم علينا. فيقول كنا في الدنيا إذا احتجنا إلى شيء ذهبنا إلى العلماء، قوموا بنا إلى العلماء نسألهم. النبي قال فإن أهل الجنة يحتاجون إلى العلماء في الجنة كما تحتاجون إليهم في الدنيا. بيروحوا لعند الشيخ، إن الله طلب منا أن نسأله، ماذا نسأله؟ فيقولون لهم سلوا الله أن يرضى عليكم فلا يسخط أبدا. فهمانين أهل العلماء، اللهم ارضى عنا رضاء لا سخط بعده. فيقول الله تعالى فبرضائي دخلتم الجنة ورضائي عليكم ما دمتم في الجنة. الله، ما أحلى الساعة هي يا أحبابي، هاي ساعة المؤمن، تعب قليلا وأخذ كثيرا. أطول حياة في الدنيا 70-80 سنة، كاب 70-80 سنة في الحياة، لك حياة قصيرة، هاي قدام حياة 10 مليون 20 مليون سنة قاعد خالدين فيها أبدا. فتعاب شوي بهالحياة وخذ هذيك السعادة الأبدية التي لا راحة لا تعب فيها. فسلام عليكم، ملائكة عم تسلم. الله، احنا كتبنا الحديث الأول، شو الحديث اللي كتبنا؟ إذا المؤمن احتضر، قال رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه.
من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: إنا لنكره الموت يا رسول الله. شو يعني نحن نكره لقاء الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك، مو هذا، مو هي الكراهة اللي أنتم بتكرهيها، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر بلقاء الله برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. يلا خليفة يسارعوا فيها، بدي يصل لله، خلاص ما بقى بده الحياة. بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. هذا عند الموت. وأما الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، نسأل الله العفو والعافية، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، غضب وعقوب نعوذ بالله، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. أنت اسأل حالك يا هل ترى إذا أتاك ملك الموت تفرح ولا بتزعل؟ دخيلكم الدكان، دخيلكم الغرام، دخيلكم المصاري، دخيلكم ما بدأ، لا دخيلكم لا بدأ، بدك لقاء الله ولا الدنيا؟ ما في أحلى من المؤمن، بشر برضوان الله وكرامته، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. قال إذا كان المؤمن وصل إلى النزع جاءه ملك الموت فقال: السلام عليك يا ولي الله، إن الله يقرأ عليك السلام. ثم قرأ: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، يعني من الله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. دخول الجنة ما بالأمانة، دخول الجنة بالعمل، كما أنه العمل ما بيدخل على الجنة، لكن العمل سبب لارتقاء منازلك في الجنة. معنى العمل يعني امتثالك لأمر الله واجتنابك لمحارم الله، هذا العمل. امتثلت أمر الله واجتنبت محارم الله فتدخل بذلك إلى الجنة. ادخلوا الجنة مرتين تقال للمؤمن، مرة عند خروج الروح من الجسد، ومرة في عالم البرزخ. ادخلوا الجنة. صلى الله عليك يا رسول الله. عند دخول الجنة وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. في كلام الله في القرآن هلأ اجت لبالي والله، قول الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما هي هذه الكلمة الطيبة؟ أطيب كلمة في الوجود الله، الله
أطيب كلمة بعدها لا إله إلا الله، أطيب كلمة. فإذا كانت أطيب كلمة الله وأنت عم يقولولك طبتم فادخلوها خالدين، معناتها كان مشغول بذكر اسم الله الطيب، فطابت أعماله، طابت أنفاسه، وطابت أوقاته، وطابت حياته. طيبين تدخلوا الجنة. الله يرضى عن شيخنا، الله يجزي عنا أفضل الجزاء، الله يجزي عنا أفضل الجزاء يلي علمنا ذكر الله، الله يجزي عنا أفضل الجزاء يلي عبايعنا وعاهدنا على ذكر الله. يلي ماله يا ابني بيعة يبكي على حاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله وليس في عنقه بيعة، من لقي الله وليس في عنقه بيعة لقي الله مات ميتة جاهلية. من لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ميتة على الجاهلية، ما في عن إسلام يعني. هذا إذا مات ما في بيعة. يلي ما بايع يبايع على ذكر الله، يعاهد على ذكر الله، فلعل الله عز وجل أن يجمعنا مع شيوخنا في الدار الآخرة. ادخلوا الجنة، لا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لنختم الدرس، ادخلوا الجنة، هذا النداء نداء لأهل التقوى. إن الله تعالى يوم يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. امبارح حكيت لكم نتآخى في الله، يا هذا متآخى، كل أخ تآخى معك. أنا تآخيت مع الشيخ بشير، قبلتني أخ، والله أنا قبلتك أخ لي، تآخينا متآخى معكم لوجه الله. يلي بيحب يآخيني أنا أخ له، مين بيحب يآخي الشيخ؟ كلكم الله عز وجل يجعلني أهل لأخدمكم. المتحابون في الله، المتحابون يلي بيآخي الشيخ لا يترك المجالس، ما بدي ممكن أكثر من هيك، لازم على المجالس. هي الأخوة أعترف لك بها يوم القيامة، ونكون في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. بما كنتم تعملون من فعل الخير وفعل الصالحات، وكما قال عليه الصلاة والسلام، نروي الحديث ونختم بتوفيق الله تعالى. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به، مر بأبي هريرة وهو يغرس غرسا، بإيده شتلة عم يغرس، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا لي يا رسول الله، شتلة عم بغرسها. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على غراس خير لك من هذا؟ زرع أحسن من هالزرع، دلك شو رأيكم؟ مين بيحب النبي يدله؟ كلكم بدكم النبي يدلكم. رفع أصبعتهم سهلة، لكن ما حدا عم يعمل. يلي بيعمل هذا اللي سمع كلام النبي. قال: بلى يا رسول الله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. بكل واحدة، يعني دول أربعة، مسبحة مية بأربعة، بأربعمية شجرة، لو كل يوم مسبحة، مسبحة كل يوم مية مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مية واحدة بأربعمية،
والوارد الحسني بيأدي بعشرة، قد صاروا 4000، تبرن 400، ما رح نحط الزيادة، لا 400 بالشهر، 30 يوم ب 400 12000 كل شهر تغرس 12000 شجرة، بالسنة 12000، بالعشرة شهور 120000، وبيجينا شهرين أدي صاروا 144000 شجرة، هذا بالشهر، بالسنة، بالعشر سنين ملكك في الدهر الآخر قديش يكون متسع؟ ممكن ملكك يكون أوسع من الدنيا. اشتغل، اشتغلوا، مسبحة بإيدك، اشتغل كل يوم، هذا غراس أحسن من غراس الشجرة في الأرض. الله عز وجل يجعلنا وإياكم من الصادقين. صار الوقت، بس في حديث واحد اسمح لي بقرأ قرايه، ما رح أكتبكم يا كتيبة، بقرأ قرايه حتى تطربوا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل، حديث، حديث وارد بتاريخ دمشق لابن عساكر، يقول الله عز وجل لملك الموت: انطلق إلى وليي فأتني به، فإني قد ضربته بالسراء والضراء، يعني مصيبة ونعمة، فوجدته حيث أحب، شاكر بالسراء صابر بالضراء، جيب لي إياه، فوجدته حيث أحب، إذا ائتني به فلأريحه، ائتني به لأريحه. قال: فينطلق ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أكفان وحنوط، الحنوط نحن بنحط له، بنحط له كافور، بنحط له شوية هيك الزهورات، معهم أكفان وحنوط من الجنة، ومعهم ضبائر الريحان، أصل الريحان واحد، وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه. هي كل الحزمة، كل واحدة فيها 20 لون. ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر. قال: فيجلس ملك الموت عند رأسه، يحفونه الملائكة، ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه، ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر من تحت ذقنه، ويفتح له باب إلى الجنة، فإن نفسه لتعلل عند ذلك بطرف الجنة، مرة بأرواحها، ومرة بكسوتها، ومرة بثمارها. هو عم ينازل، مرة عم يشوف الجنة، مرة عم يشوف لباسها، مرة عم يشوف ثمارها، مرة عم يصله ريحها، كما يعلل الصبي أهله إذا بكى. وإن أزواجه من الحور العين لا يبشن عند ذلك ابتهاجا، بتضحكوا له، وتنزو الروح تريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب. لما شايف الحور العين بدها تطلع، بدها بسرعة، ويقول ملك الموت: اخرجي يا أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب. قال: ولملك الموت أشد لطافة من الوالدة بولدها. قديش الأم بتكون حنونة على ولدها، ملك الموت أحن. يعرف ذلك أن ذلك
يعرف أن ذلك الروح حبيب لربه، هذا مؤمن بحب الله بحبه، فهو يلتمس بلطفه تحببا لربه رضا للرب، عم يحن عليه بركي الله بيرضى عليه. صار المؤمن الملك عم يتمنى رضا الله بخدمته، فيسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، وثبتنا على الإيمان، وأحينا على الإيمان، وتوفنا على الإيمان. والنبي قال: جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله. سمعونا فاعلم أنه لا إله إلا الله.